ما عادش يقبلوا عليهم اللي كانوا عددهم معناها في حوالي 80 تراجعوا تراجعوا واخيرا تقريبا تقريبا في اكثر حالات قعدوا يجي 87 يخبوا في الواحد نتاع شنيني. ثم برشا معناها مبادرات من المجتمع المدني على ارجاعهم وكل شيء، ولكن ثم مشاكل بالجمله لانه يعني الزوايا اللي كانوا تميكا معاه كانوا موجودين روسا بدي تطلب اوبريتين كبيرات ومكلف، دونك معناها الفرح السياحي والعقلية تبدلت فهمني. أما هو نتمنوا في يوم من الأيام أنه معناها يعودوا الكراسة أظن، على خاطر هم معناها رمز من الوجهة السياحية متاع كذلك. ثم ملاحظة فيما يخص الحمامات، الحمامات عدديا الاستقبال على الحمامات المعدنية بالحامة شهد نجم نقولك معناها تحول كبير جذري كبير جدا في السنوات القليلة الماضية، وخاصة هناك معنا إقبال كبير سواء كان معنا البلدان المجاورة ليبيا والجزائر، وحتى في فترة غلق معناها الحدود نظرا لجائحة كورونا تم إقبال كبير ياسر من الوجهات معنا من مدن والمجمعات الحضارية المجاورة بولاية يابس سواء كان من صفاقس الساحل جربة جرجيس، وحنا نشوفوه في نهاية الأسبوع. ثم ملاحظة كذلك في خصوص الحمامات الاستشفائية، ثم مونتي أون غام كنا في أنفونسي مونتي أون غام، ثم تحسن في الجودة نتاع الخدمات تقريبا منذ 4-5 سنوات، ولكن كنا بدنا نعمل اكثر انه معناها يصير ثم دي سونتر معناها دو سوان ودي سونتر معناها دو هيدروثيرابي كبار اللي هما ينجموا يستقبلوا فئه اخرى من السياح اللي عندهم كاباسيتي دي كونسير معناها بلو كونسيديرابل، وانهم يقبلوا معناها يعطوا نتيجه اقتصاديه كبيره ممكن للوجهه. صحيح سي عادل، شكرا لك على التوضيح، شكرا لك على الملاحظات هذه الكل. نلاحظوا اللي لومه في جيبس عندنا برشا مشاريع تم برمجتها، المشاريع هذه مشاريع مهمة للغاية، مشاريع قادرة انها تنعش المشهد السياحي في جيبس، كما مشروع سياحي بشط الحمروني ومراكز التنشيط السياحي ومشروع الخبايات اللي في الحامة وبرشا مشاريع أخرى، أما اليوم المشاريع هذه مالوروزمون معطلة. لو توضح لنا سي عادل هالمشاريع هذه شنو دورها، شنو الدور الهام اللي باش تلعب، شنو أهميتها في جابس من إنها تنقذ لنا السياحة في جابس وتقدم بها وتحقق التطور. أنا نذكر أنه المشروعين معناها المعروفين في ولاية جابس اللي هما لو دو ميجا بروجي، المشروع الأولاني اللي هو المنطقة السياحية بشط الحمروني، والمشروع الثاني اللي هو المدينة الاستشفائية بالخبيات، هم مشروعان هما مشروعان هامان جدا في مستوى معناها قيمة الاستثمار وفي مستوى كذلك معناها اللي كان تحققوا ينجموا يخلقوا معناها منعرج كبير ياسر ونجموا يخلقوا معناها إضافة كبيرة ياسر للمنتوج السياحي جهويا ووطنيا. الحق هم شأنهم في ذلك شأن كل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، لأنه لا يخفى علينا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي تمر به البلاد منذ معناها فترة منذ سنة 2011 توا وضع إلى حد ما غير مستقر وثم صعوبات بالجملة، وبالتالي الصعوبات هذه معناها تبني معناها بظلالها على تحقيق المشاريع هذه، لأنه أنا كي نقول لك مثلا أنه مشروع الخبيات مثلا تقريبا هو في حدود 600 او 700 مليون دينار التحقيق نتاعو. اي مستثمر باش معناها يقبل على المشروع هذايا باش تكون عنده حسابات باش تكون عنده معناها تخوفات كبيره ياسر، حتى الى معناها نأمل انه الوضع معناها وضع الاستثمار لونفيرونمون دانفيستيسمون يتحسن اكثر فاكثر، وان شاء الله بحول الله فيما يخص مثلا وزاره السياحه عن طريق معناها الوكاله العقاريه السياحيه وفي بخصوص تحديدا مشروع الخبيات قامت تقريبا بالواجب الملقى على عاتقها اللي هو معناها اقتناء الارض ومعناها تحضيرها لجلب مستثمر، المستثمر تعرف مشكله المستثمر معناها تتجاوز بكثير معناها وزاره السياحه، لانه المستثمر ياتي من خلال قنوات معناها اخرى معناها ممكن حتى مش ملاك الحكومه على المدى الواسع فهمني، لانه يعني مستثمر من وزن ثقيل راهو باش يقوم مشروع كي من هكا فهمني. بالنسبه للمشروع نتاع معناها المدينه المنطقه السياحيه بشكل حمروني، رغم اللي معناها مصالح الوكاله العقاريه السياحيه، وانا لهنا مانيش باش نوبه لانه عندي زملاء ما شاء الله معناها ينجموا حتى راهو كانوا حاضرين معنا معناها ولا عيطوا لهم باش يحكيوا على الجانب العقاري معناها
خصوصا المشروع سعاد هنا كمندوبيه جهويه للسياحه، هذا دوركم في المراقبه وفي متابعه مدى تطبيق المشاريع وخاصه تاخر المشاريع. اليوم المشاريع هذه كنت تحكي مشاريع مهمه للجهه، لكن اليوم المشاريع هذه مش موجوده على ارض الواقع في جهه قبس. والله بالنسبه نكمل لك جوست معلومه فيما يخص معناها معناها نبقى في حي بشط الحبروني. هي راهو الوكالة قطعت أشواط متقدمة جدا في مجال اقتناء الأراضي، ولكن ثم جزء قليل من الأراضي هو اللي قاعد يعقد المسألة هذه. ما تعرف الناس معناها حتى كما نقولوا معناها بالدرجة عيونها كبرت شوية وبدت تحب أسوام أكثر وبدت ثم تعقيدات كبيرة. ثم يعني مشكل عقاري كان في البداية، ثم مشكل قعد مشكل عقاري صرف إن شاء الله بيحولها ثم مجهودات معناها تكون بها معناها يقوموا بها معناها زملائنا في الكلا العقارية السياحية اللي هي مرجع نظر المشروع هذا، معناها مجهودات كبيرة ياسر وإن شاء الله بيحولها في القريب العاجل معناها يتم الاقتناء التام للرقعة هذه، وبعد كده يوقع معناها التفويت لها وفق شروط قانونية للمستثمرين اللي باش يقوموا بالاستثمار وبالانتصاب في المنطقة هذيك. صحيح هو تعطل المشروعين هذونا كان بامكانه لكن معناها تقدموا راهم معناها خلقوا اضافه كبيره، وفي واقع الامر راهو احنا معناها واقعيين جدا معناها مشكل المشاريع في الميدان السياحي راهو معطله، مش معناها هذه معناها تبله ولا حاجه، ماذا بينا بلادنا ديما تتقدم قدام فهمني، اما عديد المشاريع في القطاع الصناعي القطاع الفلاحي القطاع معناها البنيه الاساسيه ان شاء الله بيحولوها. صحيح لا يخفى علينا ان الظروف العامه للبلاد ظروف الحق نتاع ربي صعيبه شويه، اما ان شاء الله احنا مؤمنين كبير ياسر انه القادم افضل. سي عادل سبيطة أنا باش نرجع بك شوية التالي كي باش نحكو على السياحة وجلب السياح والكل أبار أنه باش نحكو على السياح السياح اللي باش يجونا من المناطق خارج البلاد خارج حدود البلاد، علاش ما نحكوش على السياحة الداخلية على متساكني تونس كي يجوا باش يعملوا سياحة في قابس اليوم المواطنين ولا التجار اللي مثال في سوق جاره ناخذو بار اكزومبل يقول لك ما عادش فما سياح ما عادش فما عباد تجي تشري ما فماش مدخول ما عادش فما تشجيع. شنية ولا الى اي مدى تسعى المندوبيه الجهويه للسياحه في قابس للتسويق للسياحه في قابس؟ شنية كيفاش برنامج فماش برنامج واضح؟ والله احنا من خلالنا كمندوبيه جهويه للسياحه ساعقب كل شيء نحن معناها في نهايه الامر نفعلوا ونفذوا معناها السياسه العامه اللي تقوم بها الاداره المركزيه للترويج في ديوان وطني تونس السياحه اللي تخص معناها اللي تعتني بترويج المنتوج السياحي وطنيا وكذلك جهويا، لكن كذلك كانوا عندنا عديد المبادرات احنا في عديد البرامج مثلا في مرسلوا بها كمعطيات جديدة إلى آخره للفاعلين السياحيين، ديما نذكروا أنه معناها فارمي لي زاتراكسيون توريستيك الكبار هذوما سوق جارة، شنيني، حامة، تجان، مطماطة، وين ثم معناها نقاط جذب معناها للسائح سواء كان الأجنبي ولا التونسي، لكن كما كنت نحكي لك في بداية معناها المداخلة، راهو السائح التونسي مؤخرا معناها في السنوات القليلة الماضية سجل حضوره بكل قوة، وأنا نمشي معناها من حين الى اخر معناها زيارات معناها للسوق جاره باش نشوف شنو الوضع، وكذلك عندنا اعوان المراقبه ساعات يخرجوا معناها باش يراقبوا الوضع ولا يتفقدوا معناها الرحلات السياحيه وكل شيء، شفنا معناها واقعيا على الميدان انه ثم زياده كبيره في عدد السياح، ممكن معناها الكومفورت مو يتبدل ممكن البضاعه اللي كانت على سوق جاره سامحني باهي كانش هذوكم وين يبيعوا كي هي البنيه ولات كيما خربه اللي هي نورمالمون بنيه ومعمار مزيان والله الحق هو سوق جاره ما شاء الله معناها من بين ابرز نقاط الجذب في مدينه قابس، وقع معناها ترميمها مالغريد هي من اهم معناها نقاط الجذب الا انه اليوم عباره على خربه الحقيقه كي ندخلوا ونشوفوا، لكن انا اللي نعلمه انه معناها النقابه نتاع تجار الصناعات التقليديه معناها في سوق جاره وكذلك الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره كانت عندهم مبادرات طيبه في السنوات الماضيه على اساس انهم بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث على اساس معناها يهدفوا الى عمليه ترميم ذكيه وجميله معناها اللي هي معناها تستقطب السياح وكذلك تحافظ على الجانب الجمالي والبنيوي للسوق جاره. هي اشوف مساله مشتركه
وتوريزم اون فان كونت سو لافير دو تول مون، معناها يدخلوا فيها برشا عباد. لابد من تضافر جهد معناها مجهودات الناس الكل، وكذلك بلديه المكان بلديه بيابس انه معناها يبقوا انه معناها يقوموا بترميم معناها شامل وذكي للسوق هذه باش معناها تكون اكثر جاذبه للسياح واكثر عندها مكانه جماليا ومعناها ووظيفيا. ولو انه بعدنا شويه على السؤال اللي سالته، يعني السؤال هو التسويق. التسويق كما كنت تحكي لي احنا راهو بالنسبه للتسويق الجهد بتاعنا باش يكون واضحين جهد تكميلي، لانه احنا البلاد وعن طريق الهيكل العموميه نتاعها عن طريق الديوان الوطني للتونس للسياحه قايم بجهد كبير ياسر، سواء كان في علاقه بالمشاركه في المعارض الدوليه في المؤتمرات الدوليه، تقوم باستجلاب عدد كبير من السياح من الصحفيين والبلوغرات وليزانفلونسور معناها من الخارج، وهذوما معناها في ظرف العامين الثلاثه الاقرانيات مروا معناها عديد المهمات معناها التسويقيه سواء كان في سوق جاره وخاصه تجان ومطمطه. خاطر تو المشكله تبدل أنا في الحقيقه. يعني التسويق بيكون ديجيتال اكثر. اي لا موجود معناها الترويج الرقمي وعن طريق معناها لي ريزو سوسيو وكل شيء، ولكن انا في تقديري وهي كونيسونس دو كوز راهو المساله لا تطرح تسويقيا وترويجيا بقدر ما تطرح استثماريا، لانه كذلك راهو ما نجموش نطلعوا المسائل الكبيره ياسر. وقت اللي انا حبيت نحكي لك شويه على بعض المشاكل الهيكليه للسياحه في جابل، من بينها هي ضعف الاستثمار وتواضع العرض المتوسط. صحيح راهو جابل فيها مقومات طبيعيه وثقافيه كما حكينا عليهم كبيره ياسر، ولكن احنا عندنا برشا سياح مثلا اخوتنا الجزائريين في الصيف يجي يقول لك انا راني نشد جابل ونشد الكورس هذايا نتاع جابل وكل شيء، لكن كي يجي من الكاشك ليزانستالاسيون اوتيليير الموجودين كما في سوسه والساحل على السياحه معناها الشاطئيه، لانه الحريف الاجنبي سواء الحريف الجزائري كيجي يحب يسرح يحب يتفرج كل شيء، احنا ما عندناش برشا معناها مؤسسات معناها اطعام كبيره ولا نوادي ليليه والا نوادي تاع انشطه رياضيه مثلا اللي هي تستقطب عدد كبير من السياح سواء كانوا داخليين والخارجيين، وبالتالي معناها احنا عديد الاحيان السائح كيجي يقول لنا راني مقلق نص نهار ما نجمش وين نعدي مثلا هذيك الاسباب. احنا قاعدين نخدموا على القيمه هذايا باش مستثمرين وما فهمش استثمار في جبس، شنو الاسباب؟ الاستثمار عنده عديد الاسباب، السبب الاولاني هو منظومه الاستثمار في شتى القطاعات حتى ناخذهم الواقع نضيق قطاع السياحه في تونس فيها برشا معناها تعقيدات اداريه وهذايا كل جرأه وكل معناها روح نقديه معناها بناء امن بتفيد بلادنا وكل شيء في شتى القطاعات، ولكن القطاع السياحي على وجه الخصوص. علاش؟ خاطر القطاع السياحي في سكتور ترونزفيرسال بار اكسيلونس، معناها يدخلوا فيه برشا اطراف، دخل في التجهيز، دخل في الحمايه المدنيه، دخل في الفلاح، وبالتالي تروح حتى يمر على المحطات هذه الكل. ثم برشا شركاء سي عادل القطاع. برشا شركاء والبلد اكيد فيها برشا شركاء، طب هذه حاجه. الحاجه المشكله الثانيه هي لاكسي او فينونسمون. احنا معناها اغلبيه المشاريع اللي تودع لدينا هي سي سون دو بي دو موان بروجي. البروجي هذوما ما تعرف معناها بوان دو في معناها بانكينغ، بوان دو في معناها انفستيسمون، بوان دو في فينونسمون. مشكله برشا بنوك ما توفرش معناها العون اللازم دي معناها لدفع القطاع السياحي. نأمل أنه القطاع السياحي يتحسن. سي عادل سبيط المندوب الجهوي للسياحة لضيق الوقت، يعطيك الصحة وشكرا لك على التوضيحات وخصوصا على تفاعلك وتواصلك معنا على أمواج راديو عليسة. شكرا وبارك الله فيك. يعطيك الصحة، شكرا لك. كان هذا المندوب الجهوي للسياحة بجابس السيد عادل سبيطة. كان هذا موضوعنا الأول في برنامج أمور تهمنا. نرفع أذان صلاة الظهر ونرجع. مستمعينا الكرام، نرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة جابس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارق في التوقيت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. أمور تهمنا برنامج شهري بشراكة ما بين راديو عليسة اف ام جودس ومبادرة مناظرة، يهتم بصحافة الشأن العام في حلقتنا السابعة باش نحكو فيها على المشاريع السياحية المعطلة في جهة جابس، متابعة التعطل، إنجاز المشاريع السياحية وتهميش سلطة الإشراف للقطاع ككل. موضوعنا الثاني تعطل أشغال القرية الحرفية داخل المنتزه الحضري بالمطوية، أسباب تواصل تعطل الأشغال لاستكمال القرية. تسمعوا تفاصيل المواضيع هذه نهار الأحد 23 جانفي 2022 من نص النهار الماضي ساعة في أمور تهمنا مع نزار الهدوي، شاذان ناوي ونبيل شوشانة. رجعنا لكم سادة المستمعين في النصف الثاني من برنامج أمور تهمنا، مازلنا مواصلين معاكم على 101.2 www.aliseafm.in وإلى اللايف اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك راديو عليسة اف ام جيبس. موضوعنا الثاني هو تعطل أشغال القرية الحرفية داخل المنتزه الحضري بالمطوية. باش تكون حاضرة معنا في المباشر السيدة إنصاف سالم رئيسة بلدية المطوية. مرحبا بك مدام إنصاف. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي أليسا فان. شكرا لك على قبول الدعوة مدام. شكرا لك على قبول الدعوة. اليوم باش نحكوا على موضوع مهم برشا ويهم جهة المطوية ويهم حتى جبس الكل، أما خاصة جهة المطوية. باش نحكوا على القرية الحرفية اللي متعطلة الأشغال متاعها واللي باش تكون داخل المنتزه الحضري بالمطوية، تهم بصفة وبدرجة أولى الحرفيين اللي فرحانين برشا وبتناولنا هالموضوع هذا. اليوم باش نحكوا في اكثر تفاصيل، باش نتناقشوا في الاسباب، باش نحاولوا نفهموا علاش اليوم هالقريه الحرفيه الاشغال نتاعها متعطله. اما قبل هذا الكل نسمعوا مع بعضنا ميكرو تروتوار فيه راي الحرفيين ومتطلباتهم. ميكرو عليسة. ميكرو عليسة. ميكرو عليسة. ماذا بنا رجلوا عنا القرية الحرفية باش نولوا ننشطوا فيه برشا حاجات، في عود باش نهبطوا للسوق نولوا ثميكة، معناها التجارة تجينا نفس التوكة قاعدين في ديارنا، معناها في ديارنا ما عندناش حانوت كما يقول الواحد ما نجمش باش يكري حانوت على حسابه، يتولي القرية الحرفية معناها على الحاجة معناها رمزية ندفعها برك قبل النخي. بالنسبة للقرية الحرفية اللي كحرفية معناها من المادة تحلي مشكلة 90%، وزيد نخدم في الدار لأن معناها ما عنديش محل، ما عنديش حاجة معناها معروفة بها جين العباد لها، فهمتني؟ حصيله كيف نلقى معناها نلقى حنوت ولا نقولوا احنا في القرية الحرفية حلي مشكلة كبيرة، معناها نجم نسوق فيه منتوجي، تحل برشا مشاكل بالحق، خاطر المكان مهم راه.
المكان وين تخدم انت وين تعرض معناها منتوجك راه مهم جدا. والله من مكاني كحرفيه طالبه معناها يساعدوا به خاطريه باش تحل برشا افاق باش تحل برشا مشاكل الحرفيه. واليوم معناتها مديرية مطرية معناتها عندها معناتها قرية حرفية وينتظروا منها معناتها برشا معناتها حاجات إيجابية خاصة في تسويق المنتوجات. ودونك نستنوا معناتها من القرية الحرفية معناتها أنا معناتها نعملوا تظاهرات معناتها جهوية ومحلية دونك مش معناتها باش نسوقوا المنتوجات نتاعنا معناتها على المستوى الجهوي. خاصة في لم معناتها الشمل معناتها الحرفيين معناتها مع بعضهم ولما لا معناتها يكونوا معناتها يخدموا مع بعضهم دونك ديز ارتيكل يبدو كومبليمونتير ونعملوا معناتها تظاهرات يعني جهوية وممكن ياسر نستقبلوا زاد حتى على المهرجانات ومعناتها على المستوى الوطني دونك ونحاولوا ننشروا معناتها البرودوي نتاعنا. والله طالبين معناتها تتلاها خاصة بالقطاع القطاع الحرفيين معناتها اللي معناتها يعانوا خاصة في الكورونا تو الوضعية نتاع الكورونا دونك عندهم مشكلة في تسويق المنتوجات نتاعهم ولما لا معناتها تتطور شوية شوية معناتها ماركتينج ديجيتال وتسويق معناتها عبر معناتها القرية الحرفية هذه تسويق الكتروني وتسويق مباشر معناتها مع الحرفيين وعلاش لا ما تكونش تظاهرات كبيرة معناتها في الجهة دونك تستقطب معناتها المواطنين اللي موجودين معناتها على المستوى الوطني معناتها ينجموا يجوا يسولوا يشوفوا المنتوجات نتاع الجهة وخصائص خاصة التقليدية الموجودة عندنا معناتها في جهة المصويين. احنا عندنا قرية حرفية توكا في المطوية ونستنوا ان شاء الله يكملوا هنا ويتموا هنا خاطر علاش احنا الحرفيات الكليكة اشكالنا رينا في التسويق نستنوا في هالقرية الحرفية هذية وقتاش تحضر لنا باش معناها ندخلوا للخدمة الرسمية اللي هذاك يجيب خدمته غادي واللي هذاك يجيب صنعته وتبدا معناها اللي يجيب باش يشري تبدا بلاصة معينة ديريكت يجونا للبلاصة هذيك هي ديجا توكا في المنتزه نتاع المطوية واشكالنا تويكا معناها انها لتو ما حضرتناش الشكل الكبير نتاعنا احنا توكا ميكرو عليسة ميكرو عليسة ميكرو عليسة. رجعنا لكم سادة المستمعين مرحبا بكم مدام انصاف سالم رئيس بلدية المطوية كما كنت تسمع في آراء الحرفيين وخاصة متطلبات الحرفيين وأهمية القرية الحرفية مش فقط للحرفيين إنما حتى لبلدية المطوية باش تحقق إضافة اقتصادية مدام انصاف. أي صحيح كنت نسمع فيهم بارك الله فيهم عن الآراء نتاعهم وبالحق حسينا اللي هي بالنسبة للقرية يستنوا فيها خاصة الحرفيين والحرفيات في الجهة كان على مستوى بلدية المطوية أو على مستوى جهة كيبس الكل. بالنسبة للقرية نحكو في البداية على المشروع هذا اللي كان مبرمج منذ سنة 2015 ولكن تم الانطلاق كان سنة 2019 فيه رحنا به برشا كما تعرفوا مشروع متعطل فيه معناها مثال هندسي تاري وعصري تقريبا يحتوي على 17 محل للحرفيين والحرفيات وزوز قاعات للعرض. تقدم المشروع بنسبة تقريبا 60% لكن معناها مرعنا كان في سنة 2021 توقف المشروع للأسف ولحد اللحظة هذه متوقف. بطبيعة احنا كبلدية ديما نسعوا ان نحل حلول المشاريع المتعطلة ونعرفوا عليش وكانت اخر جلسة في شهر معناها ديسمبر في الولاية بحضور المندوب الجهوي للصناعات التقليديه والمدير الجهوي للتجهيز معتمد المطويه وبطبيعه كانت تحت اشراف السيده الكاتبه العامه للولايه كنا عبرنا فيها عن استيائنا خاصه من التاخير وتوقف المشروع رانا احنا هذا مشروع بالنسبه لنا احنا ننتظروا فيه وكيفاش معناها ولينا نشوفوا فيه يتقدم وبالحق فرحانين بكل خطوه معناها زي البيبي اللي يكبر ونحن ماذا بينا نستنوا وقتاش معناها كما كانوا يحكوا الحرفيين الكليكا محل انتظار للجهه الكل بالطبيعه. لكن تعرف معناها مشاكل المقاولين في الجهه والى غير ذلك ولكن معناها وعدنا المقاول بالعوده ان شاء الله في شهر فيفري ونأمل انه يلتزم وتلتزم كل الاطراف بمعناها بالمحضر الجلسه وبالاتفاق نتاعنا
وان شاء الله بقدره ربي معناها شهر فيزر نشوفوا معناها نور في المشروع ويرجع يخدم ونشوفوه يتقدم ومعناها وقدره ربي يفتح للعموم ان شاء الله. ان شاء الله. سيده انصاف، المشروع هذا مشروع باش يغير في قطاع الصناعات التقليديه خاصه في جهه المطويه وفي جبس الكل، الا انه هو 17 محل وزوز قاعات للعرض، ما نشوفوهمش شويه بارابور للنوبر نتاع الحرفيين والحرفيات كانوا في المطويه ولا على جبس الكل. كيفاش باش تكون اختيار الحرفيين؟ معناها هل فما استراتيجيه واضحه لاختيار الحرفيين والحرفيات والا كيفاش باش تكون بالضبط؟ هو في الحقيقة معناها بالنسبة لنا احنا مازلنا ما دخلناش في الاختيار احنا كبلدية، وهذا الكل كثير بالتنسيق مع ديوان الصناعة التقليدية دي. مازلنا ما الحق ما دخلناش، اما نتصور كقرية حرفية اهم نقطة هي ان المشروع بالحق يولي ما نشوفوش ما نعرفش ما يخفاش عليكم ويخفى على الناس الكل، ثم قرى حرفية مش قاعدة تخدم. معناها احنا ماذا بينا اهم حاجة يخدم، حتى كان 17 محل ممكن مش حاجة، انا نشوفها حاجة كبيرة. المفيد ان المشروع هذا يخدم، والمفيد ان ال 17 محل هذول كلهم يكونوا معناها ثم الحرفيين اللي بالحق يخدموا ويحافظوا على موارد الرزق نتاعهم ويحافظوا على الصناعات التقليدية بالجهة كما كنت تحكي. هو بالحق مشروع راهو عنده دور كبير في دفع نفق التنمية، ونتصور معناها الحرفيين الكل تنتظر فيه، واكيد باش يكون في الاختيار ثم اولويه، ثم معناها هذا الكل باش يكون ديما بالتنسيق مع الصناعات التقليديه، وخاصه الصناعات التقليديه اللي تعود للجهه كما تعرف المطويه معروفه بالسمار، خاصه توا ثم زاد التسويق اللي لازم يكون يدخل عليه الجلد، ثم العصري، ثم برشا حاجات ناملوا ان نشوفوها معناها في القريه هذه. الحرفيين رغبوا عبروا ديجا على رغبتهم في المشروع هذا. الحرفيين كما قالت زميلتي شذاء يعبروا على رغبتهم في المشروع هذا واستئناف نشاطه ان شاء الله على قريب، ومواطنين اليوم في المطويه يتساءلوا شنو هي الاسباب من وراء تعطل المشروع هذا. هو كما نعرفوا اسباب راهو تو تعود يعني كل المقاولين يتعرضوا للمشاكل هذه، معناها كما نعرفوا هاو الفترة الأولى مثلا مقاول ما خلصش، ثم تأخير من الصناعة التقليدية، ثم بعث لك ثم مثلا المقاول تلقى عنده زوج ثلاثة مشاريع، معناها بالحق هذه راهو معناها المشكلة الرئيسية يعود للمقاول. أي هذا هو بالنسبة تو الجلسة الأخيرة هذه معناها وبالنسبة للإدارات الجهوية جهة قابس معناها قاعدة تقوم مجهود انها تحفز يرجع المقاول يخدم معناها على روحه. هذه اللي نفهموه من كلامك معناها سيدة انصاف انه المشكل الرئيسي من التعطل هذا هو المقاول. اي بالضبط هذا هو. مدام انصاف، اليوم نحكوا على القرية الحرفية في المنتزه الحضري بالمطوية، يحيينا على مشروع مهم برشا في المطوية اللي هو المنتزه الحضري. وقتاش ينجم يكون حاضر المنتزه هذا ويفتح أبواب أمام المواطنين؟ صحيح، هذاك هو أهم حاجة في القرية الحرفية هو موقعها، اللي هي جات في مكان مهم برشا اللي هو المنتزه الحضري، لأنه باش تحل برشا مشاكل في المطوية، باش تتحل برشا آفاق جديدة لأهالي المطوية وخاصة للناس اللي تسمع فينا للحرفيين وإلا غير الحرفيين زاد. صحيح، توا كما كنت تحكي موقع القرية الحرفية بالمطوية المنتزه الحضري اللي هو يمسح تقريبا 94 هكتار اللي نعرفوه متكون من عديد المكونات، منها القرية الحرفية، المحطة الاستشفائية، ملاعب التنس، أنا ملاعب تنس زوز موجودين وزوز توا معناها في الاشغال انكور في الاشغال بالضبط. برشا مكونات نسعوا كيف برمجنا احنا ملعب نتاع كرة قدم مصغرة، معناها في قطب ثقافي، قطب رياضي، بالحق معناها منتزه في جميع المكونات، وبقدرة ربي باش يكون قاطرة للتنمية في الجهة. وقتاش ينجم يكون حاضر مدام انصاف؟ هذايا راهو بتكاتف جهود جميع السلطات من محلية الجهوية المركزية، بالحق راهو كبلدية ريما 94 هكتار
وبلديه ما عندهاش موارد، معناها راهو ما تنجمش وحدها. انا كنت مثلا مندوب السياحه، راهو بالحق راهو القريه الحرفيه هذه راهي باش تعود بالفائده على الجهه. هو لازم يكون بلديه مطويه عندها جميع المقومات انها تكون بلديه سياحيه. اهم حاجه هي المنتزه الحضري هذا اللي كي نستكمل المكونات نتاعها راهو بالحق وقتها نجموا نشوفوا الجانب السياحي اللي من المحطه الاستشفائيه. ثم القريه الشرفيه هذه اللي انسان باش يجي معناها للمحطه واللي يعمل معناها زياره للقريه هذه، القريه الشرفيه اللي باش يكون فيها عرض، واللي هي القريه هذه بالحق راهي توا في ظل الجائحه نتاع الكورونا نشوفوا اللي المعارض الغيت وبرشا حاجات. القريه باش تحل برشا مشاكل، نأملوا انه القريه هذه تكون موجوده على ارض الواقع وتحقق اهداف الحرفيين مدام انصاف، والمنتزه الحضري بالمطويه يكون حاضر في القريب العاجل. شكرا لك مدام انصاف سالم رئيس بلديه المطويه على كل المعطيات والتفاصيل اللي قدمتهن. شكرا. يعطيك الصحة مدام انصاف سالم رئيس بلدية المطوية، كانت حاضرة معنا في خصوص موضوع القرية الحرفية الخاصة بمعتمدية المطوية، والحرفيين كانوا تدخلوا معنا وطالبوا السلطة المحلية والجهوية أن القرية هذه تكون جاهزة في أقرب الأجال. كانت هذه حلقتنا السابعة والأولى في سنة 2022 من برنامج أمور تهمنا. نذكركم مستمعينا اللي برنامج أمور تهمنا يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، اللي هما مندرا اف ام، نفزاوة اف ام، سليوم اف ام، ودريم اف ام، وعليس اف ام، اللي حاليا البث عليها على 101.2. شكرا على الاستماع والمتابعة، شكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي اللايف، تنجموا تعدوا تتفرجوا فيها على صفحتنا، على صفحة إذاعتنا، على صفحة مبادرة مناظرة، ونخليكم مع زميلتي شذال اللي باش تذكركم بالبودكاست. شكرا لكم. هذه كانت أول حلقة في سنة 2022. ما بقى لي كمش نقول لكم راو نهار السبت نهار 29 جانفي، ما تنسوش تتفرجوا في البودكاست، وهو موضوع حول ثقافة العمل لدى الشباب. وشكرا لكم. شكرا نبيلة شوشان، شكرا شذاناوي، وشكرا للزملاء في الهندسة التقنية عاطف غالي ومحمد حمدي. كان معاكم من أمام الميكرو نزار هدوي، نبيلة شوشان، وشذاناوي. بقيت متابعة طيبة لبقية برامج راديو عليسة. أمور تهمنا برنامج شهري بالشراكة ما بين راديو عليسة اف ام جيبس ومبادرة مناظرة، يهتم بصحافة الشأن العام في حلقتنا السابعة باش نحكو فيها على المشاريع السياحية المعطلة في جهة جيبس، متابعة تعطل إنجاز المشاريع السياحية وتهميش سلطة الإشراف للقطاع ككل. موضوعنا الثاني تعطل أشغال القرية الحرفية داخل المنتزه الحضري بالمطوية، أسباب تواصل تعطل الأشغال لاستكمال القرية. تسمع تفاصيل المواضيع هذه نهار الأحد 23 جانفي 2022 من نص النهار الماضي ساعة في أمور تهمنا مع